التصبيح شحال من واحد من الصحفيين الاخوان التصبيح كل مره كنت كنقول له ودي سمحنا غير على ما تبدا الحمله ونديروا شي لقاء وبلاص ما نشوفوا كل واحد بوحدو دونك زدنا اليوم اللي هو الوسط ديال الحمله باش شفنا يمكن كيفاش بدات الحمله وشفنا وسيبيان البروغرام ديالنا في البروغرام ديال الناس اللي مرشحين هنا الحمد لله حنا جينا هنا اليوم باش نوضحوا الرأي العام وليكم انتما شي حاجه اللي كانت ما واضحه عندكم ولا شي اسئله اللي كاينه مرحبا بكم. السلام عليكم، شكرا لك كريم، شكرا للزملاء الاعلاميين، شكرا لمنسقي الحزب على هذا اللقاء التواصلي. سؤالنا السيد المنسق، بعد الحمله الخارجه والحمله اللي قام بها مرشحات ومرشحات الحزب حول بعض الاحياء ديال مدينه المحمديه، اصطدمت الساكنه اثناء الحمله بسؤال يتعلق دائما بالمستشفى الاقليمي والمحطه الطرقيه. دونك من باب هذا الحوار وهذا اللقاء بغينا من السيد المنسق الاقليمي ديال الحزب أن يدلي أدائي حول المستشفى الإقليمي اللي راهنت عليه الساكنة منذ سنوات ومنذ عدد كبير ديال الرؤساء اللي تعاقبوا على المجلس البلدي وعلى المحطة الطرقية. هل هناك حل مستقبلي لكي زملاء الصحفيين كل واحد حسب الموقع ديالو يدلي به أو يمشوا على أكبر نطاق؟ وشكرا. الجواب ديال المستشفى الاقليمي شحال واحد كان كيتسناه والعمر مشى وهو مازال ما تمناش. باش نقول لك واحد الحاجه، المشكل ديال المستشفى الاقليمي كتعرفوا البيدجي ديالو راه دات في الميزانيه وقت السي بوسعيد اللي كان ديك الساعه وزير الماليه كنا تكلمنا معاه وكان برمجو 200 مليون ديال الدرهم اللي تخصات المستشفى الاقليمي كانت مخطوطه. المشكل كان هو المشكل ديال الارض، مع الاسف انه الناس اللي كانوا ساعة في التصاميم اللي كان كيدير البلان داميناجمون ما عزلوش الارض اللي كانت بالنسبه لي انا مناسبه. المشكل انه كانت ديال الخيبي ديال الحواس اللي خصها نزاع الملكيه، وديك التكلفه الماليه ديال نزاع الملكيه كانت جوج مرات الثمن ديال المستشفى. دونك عججنا على هذا، كنا مشينا اتصلنا نيت من الناس اللي كانوا اتصلوا ديك الساعه بالسيد رئيس الحكومه باش نحولوها بون بلان داميناجمون. قال لي تو دير بلان داميناجمون، قلنا ودي بلان داميناجمون ماشي قران، بلان داميناجمون كتعطى عليه ديروغاسيون. واش كنعطيو ديروغاسيون على سكن اقتصادي وما نعطيوش ديروغاسيون على مستشفى اقليمي؟ ما فهمتش. الحمد لله السلطات اليوم المحمديه راه ابخي بليزيوغ ريونيون راه خصو واحد الارض اللي اليوم عرفناها فين كاينه، كاينه في سيدي عباد بالضبط في بني خلف. اليوم المستشفى الاقليمي غادي يكون تماك، والمشكل ديال الارض ما غاديش يبقى يتطرح حيت الارض ديال الدوله، وبجنبه غادي تكون المحطه الطرقيه. دونك المشاكل بجوج غادي تحلو في نفس الارض. نعم، برنامج انتخابي ديال الحزب على تشوف دابا الانتخابات فيهم الوطنيه والمحليه. بالنسبه للبرنامج ديال الانتخابي ديال الحزب راه فرقنا، يمكن سمح لي الا ما توصلتيش به. دونك كاين لي اكسي على خمسه ديال النقط، كل نقطه فيها 5 شابيت كل واحد باش كيتعلق. والفرق ما بين البرنامج ديالنا والبرامج اللي كانوا ديال الاحزاب انه البرنامج دار، الا جيتي تشوف راه المشاكل اللي كيعانيو بها المغاربه كلهم بحال بحال. والا جينا نسولو غنلقاو تقريبا عند الاحزاب واحد 50% ولا 60% كلهم غادي يعطيوك نفس البروغرام. المشكل هي كيفاش غتنجح هذا البروغرام. باش تنجحو خصك دو بيلي، علاش جوج سواري علاش غادي يوقف هذا البروغرام؟ اشنو هما الناس اللي قدروا ينجحوا؟ موارد البشريه، تعرف لما عندهم
الكفاءات باش ينجحوا، وثانيا المواليد الماليه، انه نجي نقول لك انا غدا غادي ندير وغادي ندير مزيان، وملي نطلع نقول لك اودي ما قدرتش نديرهم حيت ما لقيتش الميزانيه. دونك الحزب هذا العام جاء بواحد البرنامج وجاب كيفيه تدبير ذاك البرنامج، الميزانيه ملي غادي تجي، حيت ملي كتخصك الميزانيه وما كتجبرش عندك جوج الحلول، يا تبيع شي حاجه ديال الدوله، وحنا شفنا كاع داكشي اللي تباعت الدوله راه ما استفدتش منه، حيت الا كنا بعناه ومشى في الميزانيه ديال صرف الرواتب الشهريه ديال الموظفين راه ما كتستافدش منه الدوله. ولا كاين تزيد في الضريبه، انتم كتعرفوا انه ديجا الناس اللي كيخلصوا الضريبه في المغرب راه عليهم واحد الضغط، منهم الناس اللي فونكسيونير ولا لي زامبلوي اللي عندهم ليير على سورس اللي كتقطط عليهم ديريكتومون من الشهريه ديالهم، ومنهم الناس اللي كي عندهم سواء دي بروفيسيون ليبرال ولا عندهم شركات اللي ديجا عليهم واحد الضغط. وعرفتوا بما الحاله اللي عاش المغرب وعاش العالم هاد السنتين، صعيب انه الواحد تجي دير عليه الضريبه. دونك مثلا الحزب جاب واحد الفكره اللي هي الفكره ديال ندير واحد الصندوق اللي هو صندوق الزكاة. كنعرفوا انه المغاربه اغلبيه ديالهم مجبتين بصرف الزكاة، كيقول لك اودي هذه ديال الله ماشي ديالنا. دونك هذاك الصندوق ان شاء الله الا الحزب تمكن باش يعود الحكومه وباش يخرج البرنامج، ما غاديش يتصرف هذاك المبلغ في الميزانيه ديال الدوله، ما غاديش يكون ما يتخلطش مع الميزانيه ديال الدوله، ما يتصرف الا في اللي عنده اللي عندنا الحق نصرفوه فيه. مثلا الى عندك الناس اللي محتاجين وغادي تدير لهم واحد لا روتريت كيف ما قلنا، ولا دونك ما كاينش المشكل ديال راه هي زكاه ولكن كتولي بحال الضريبه. دونك هذا بالنسبه للبرنامج المحلي، راه حنا عطيناه. الو انا نهضر معكم على جوج ديال لي فيزيون اللي عندي انا كمرشح، انه المشكل ديال المحمديه، انه المحمديه هذه تسيرات هذه شحال من سنه كتسير المحمديه كمحمديه كجماعه محمديه بوحدها، وكنشوفوا انه المشكل اللي معروف في المحمديه علاش ما بقاتش لا كروسانس ديال المحمديه كيف ما خصها تكون ورجعت اللور بالنسبه للمدن الاخرى، انه المحمديه تقريبا كلها تبنات، المساحه ديال المحمديه راه صغيره، راه كتعرفوها راه من زناتا للواد، عندك الواد مالح والواد مفيفيخ ولوطروط والبحر، ما عندناش توسعه. دونك اليوم ولا المستثمر اللي كيبغي يجي للمحمديه ما عندوش الارض فين يستثمر. الوغ لا شونس اللي كانت عند المحمديه هو ضيره بني خلف، سناتا، شلالات، سيدي موسى علي، سيدي موسى مجدوب، ولكن هذوك الجماعات هما كانوا كيتسيروا من عند الرؤساء اللي كيشوفوا غير الجماعه ديالهم. دونك ما كانتش واحد كومبليتمونتاريتي ما بين الجماعات. اللي كنشوفوا دابا مثلا اللي جينا نشوفوا بني خلف اللي حدانا وكندوزوا عليها كل مره في الطرود، حتى الناس اللي ما ساكنينش في المحمديه كيدوزوا كيشوفوا، كتشوف بينما واحد المساحه كبيره اللي كانت لا زون ار اس في بني خلف اللي فيها تقريبا شي فوق من 500 قطار كلها مشات سكن اقتصادي. الو وما انا سيتي اون ايرور، الحمد لله انه مازال ما تبناتش كلها، مازال باقي نقدروا نصلحوا واحد الطرف من الخطا، لانه هذه كانت تكون زون داكتيفيتي وسي بيان بني خلف كل المحمديه كل البرنوصي عين سما بجنب لوطروط قريبه. دابا دوك الناس اللي في بني خلف واش اون اوتوريزي في بني خلف دابا لحد الساعه 30,000 شقه اقتصاديه، عرفتي شحال البلان داميناجمون ديال بني خلف فيه مساحه ديال حي صناعي؟ شي واحد فيكم عارف ولا لا؟ 17 قطعه
غنبنيو 500 قطار ديال السكن الاقتصادي ونعطيهم 17 قطار فين يخدموا. كاسكو سافي دير غنديرو بني خلف سيتي دورتوار، وكون غير بغينا نديرو سيتي دورتوار خممنا ليها، حتى باش نديرو سيتي دورتوار خصهم يخرجوا من بني خلف. عندنا قنطره وحده ما بين محمديه وبني خلف ديال عين تكي، قنطره دابا ديال طريق اللويزيه. طريق اللويزيه هي الدوبلات ديال عين تكي، راه باقي فيها دو فوا، راه الا بغيتي دوز الصباح خصك ساعه. احنا بغينا وجوه جديده، لان عيب وعار مدينه سوهو تولي هكا، تولي مزباله، الناس يضحكوا علينا. احنا ما باغيينش الشوارع تبقى مليئه بالحدائق ولا ما يعرفوش، احنا بغينا حاجه الشباب يستافدوا. انا راك واحد المثال، راه الناس جداد وجداد، راه ماشي تغيير الراجل هو اللي غادي يحط، راه تغيير الكوموندون ديالك. انا نقول واحد الشباب كنا كنعانيو، كان واحد الامل ما بقاش، اللعابه كانت تبقى عندهم واحد الثقه، تبدل المدرب نفس اللعابه، واش بدلنا شي لعاب؟ من هو الحكم؟ راه كانوا كيخدموا والله العظيم، شوف امين الهاشم كان كيخدم معاهم مزيان، وكان كيخدم بزاف، وكيدير لسا واحد البريباراسيون، كنت كنشوف الخدمه ديالو. صباح وعشية. وشوف ان فغي ترافايور ماشي بقى، ولكن اش بقى؟ الثقه درهم المليون. واش الارض ديالي انا كانت على الطريق مشات لي ب 450 درهم، ومشيت شريت الارض لداخل ب 6000 درهم. راه انتوما اللي كانوا كنتو عايشين تماك وجاو داوكم وهزوكم وما سكنوكمش، سي با نورمال. وما شتيش واحد الحاجه، نجيو كاع الحقيقه، جينا حتى الاخر ديال البروجي ديال زناتا، و ميم با الكيلومتر الاخر 700 800 متر اللي فيها البرارك، وحيدناها من ما دخلناهاش في لازون ديال زناتا. هادي راه عرفتي علاش؟ غا باش ما نتكلمش بالركازمون ديال دوك الناس، هذا هو اللي خصك تفوت عليه. والركازمون ديال دوك الناس كان خصو يكون، راه شوف كانت عندنا 2200 قطار، حيد منا 100 قطار راه فايتك في الركازمون. غنقول لك والصراحة دابا داروا البلان ديالهم وباعوا البقائي. حلول الناس غادي يكونوا، حلول الناس غادي يكونوا، غنرغموا عليهم باش يديروا داك الشيء، ولكن راه مالوريزمون ما غاديش يبقاو في ديك البلاصة، حيت اللعبة دارت قبال، وملي كان الرئيس اللي ما قادرش يواجه وكيشوف الديريكتور ديال لا سي دي جي بحال لا ما عرف شكون وهذا شكون، وما قادرش يقول ليه لا. وهذوك الناس حتى هما استعملوا وسائل اللي ما كانش خصهم يستعملوا، والمشروع كان خصو ينجح، وهم المهم غادي يكمل ان شاء الله، وهذوك الناس خصهم ما يضيعوش.